عندي 20 سنة متخرج. متخرج جيني سيفيل تنساس بالي من باك بليس بليس فروا وعامل عامل ديبوغراف. كيفاش من وقتها ما خدمتش شنو؟ من 2004 بطل وكنت نخدم لاباس نعاون في روح. تو عمل جلطة عندي تو 4 سنين ما عاد يعاوني حتى حد. جلطة دماغية تغششت. أنت بغشيش؟ غششتك هو عندي ولا عندي القلب وعندي تو شنو يوصلك باش تغش؟ تفجعت تفجعت على امه تاعت تفجعت عليه. امه تاعت كسرت تفجعت عليها في نفس الوقت غششت. كاو تو عندي 20 سنة عندي 20 سنة متخرج تو عندي 4 سنين نمشي على الماند لو واحد عطاني ماند يعمل لك عندك دار المو يعاون من كل مرة ما عطونيش نعم في كل شيء مطلب عندي بطاقة إعاقة تو عندي بطاقة إعاقة عطيني بطاقة إعاقة وما عطونيش ماند لتو تو ما عطوهاش ماند ولا لتو ما عطوهاش هاك ها بطاقة إعاقة عندي 20 سنة متخرج وكيف ما ظروفي تو احكي على الظروف نتاعك ظروفي مجمع ما عادش عندنا باش نسوق وما عاد عندنا حد شيء ما عاوننا حتى واحد ما عندناش باش نسوق ولا ما عندنا باش نسوق نحن ندور بعجوز من الناس هو باك بليس روا وعمل مات باك بليس روا خويا وما قاعدين الزوز ما عندناش باش نسوق ما عندنا حد شيء معناها المورد رزق نتاعكم هو الناس لهنا تو كاينين ما عادش عندنا باش نسوق ولا ما عاد عندنا كارين احنا ما عندناش باش نسوق ما عندناش باش نعمل مود رزق حد شيء والله ما عندنا شيء عاونوني قول لي عاونوني اذا مش عبيد تعاوننا نعملوا رسمية على الاقل نخدموا به وليت وصلت حتى ما عادش تنجم تمشي نجي مش نمشي ساق الزوز تو هي اللي وجعتني اليمين زادت اليسار وجعتني تو ما عادش نمشي شوي نطيح نمشي ونطيح نمشي ونطيح ناخذ في تاكسي وليت من كل بلاصه انا بحث نهبط لهنا وليت ما عادش نجم نمشي برشا اثرت عليك معناها اثرت برشا وزرينا برشا وخسرنا برشا فلوس وانا خسرنا برشا خسرنا جاي المرضى زي ما خلي لي شيء نعدي بالفلوس نعدي بالسكانريات واحد ما قعد عندي شيء معناها الفلوس اللي تصوروهم اكثرهم ماشيين للمدير ما عاد عندي شيء قول لي عاونونا قول لي عاونونا خلينا نعمل راس مال باش نسوق في حتى رسمينا قبل شنو السوق في المقابل فما الشركات الاهليه علاش ما صابيتش مطالب في الـ في الـ في نجمش ما نجمش ما نجمش نخدم والله ما نجمش نقابل يعني ساعتين ما نجمش نوقف ساعتين هكا العباد ما نجمش نراقب ما نجمش انت في كلفتك زاد عندك والديك في كلفتك ومو خويا ومعايا خويا قاعد خويا معايا خويا قاعدين الكل ظروفكم في العائله فسرها لي بالتفصيل تعب برشا تعبين برشا ولا ما عايشين هكاك تو عندك شرب لكو الحمد لله كو ماندا تو انا مشيت على ماندا كل يوم ما نوفيت تو عندي 6 شهور الماندا ما عطوهاش لي تو 6 شهور الماندا شنو عطوهاش هاك الماندا تاع بطاقة الماندا تاع العز واحد ما عطوهاش لي تو عندك 6 شهور؟ ها عندك 6 شهور ما خذيتهاش؟ ما خذيتهاش تو ولا ما عندي شيء معناها ما خذيتش الماندا الشيء هذا يوصلك لوين؟ وصلني من حاجة ما نعطي مدوس كل شيء وما نعرفش كل شهر يقول كل شهر يقول يغدو كل شهر يقول شهر الجاي ونمشي لهم غادي ما قابلني يعمل لك عندك دار اتصلت بالسلطة المحلية شنو يقولوا لك المعتم عندك دار عندي دار شنو كلها دار انا يعمل لك عندك دار نعمل دار خاطر عاونتني العبيد عملت دار عاونت العبيد عاونوني العبيد بنو معايا عاونوني عندي اربعة كنت صحيح نخت كنت صحيح الدار نتاعك هذا تتكون قداش من غرفه؟ زبيت وكوشين وتواليت معاكم معاكم هم في الجبال مازالوا مش يجوا معايا اي ظروف قاسية يعيشوا والله يا خزر ولهنا احبابك يحبوك الناس الكل معناها ما يعاونني حتى حد ما يعاونيش تاني نشحت على راس مال ما حتى واحد ما عطاني راس مال ما نلقوا باش نسوقوا تو راس مال يلزم جماعة اقل شيء 3 ملايين نخدموا بهم ما عندناش باش نسوق ولا ما عندنا باش نسوق ولا لا عندنا قول لهم يعاونونا العبيد يعاونونا حابسين تو نحن ما عندناش باش نسوق
بالكريدي ولا نسوق. الحاله هذه اللي انت قلت لي معناها عندك توا ما تنجمش تمشي يعني الحاله هذه اثرت على حياتك كيفاش كيفاش حياتك كيفاش تقضي شؤونك كيفاش تتحرك؟ ما نقضي شيء، نمشي للسبيطار ونجي لهنا نقعد شويه ونروح، يعطوني شويه يعطوني شويه عباد يعاونوني كهو شوي ما يعاونك حتى حد. انت قريت ما شاء الله باك بلس 3 وتعبت ما تاخذيش الشهاده هذه، كنت تتوقع باش تلقى روحك الوضع هذا؟ لا ما كنتش نتوقع، كنت لابس بصحتي نخدم، كنت بصحتي نخدم تو مريض ما عادش نجم. كنت بصحتك كيف قبل؟ كنت نخدم ريمدي كنت حتى ما تخرجتش نخدم لاباس، تو عندي 4 سنين انا بارك تو. فجأة على امك اثرت على صحتك؟ علي تكسرت امك تقعد في السبيطار وجيت لهنا جيت 4 أيام من الجلطة. وانت تعاني؟ نعاني 4 سنين عندي. 4 سنين. عاني 4 سنين كنا نخدموا لابس علينا تو دينار ما كسبوش في الحانوت، حتى واحد ما عاوننا ولا واحد ما عاوننا في الحانوت، باقي ما عطونيش رسمين نسوقوا به، مو يعطوني نقول له بدي عاونوني شوي، يعطوني رسمين نسوقوا به، والله ما عندنا باش نسوق. هاي الكاميرا شنو تطلب؟ نطلب يعاونوا العباد. نعمل رسمين نرجع نخدم على الواحد، نرجع خويا يخدم، خويا بطال عنده، خويا باك في الاستواء خويا. ها هو قاعد بطال يسخن. ظروفنا مش ها؟ ظروفنا مش ظروفنا تعب برشا. وعندك الوثائق الكل تبين اللي الحالة نتاعك، ماكش قاعد تقول في حالة. القلب عندي القلب، عندي كلاوي، عندي عيني، نعم في اللازير على عيني، طيح السكر في عيني. نعم في اللازير في عيني. شوف لك ما نشوفش برشا، نعم في اللازير على عيني. وعندي القلب وعندي كلاوي وعندي السكر عندي كل شيء. معناها بخلاف انت مستحق الفلوس وامورك صحية؟ امور صحية تعب ونحن تو تعبين، نحن في الحانوت تعب ونقول يعاونون العباد. رانا تعبين ما عندنا باش نسوق. والله ما عندنا باش نسوق، ما عندناش راس مال جمل. العائلة نتاعك، خوالك، عموماتك ما يعاونوش؟ ما عاوني حتى حد، ما عاوني حتى حد. يقولوا لك انت تمشي نمشي له ما يعاونيش، هو ما عاوني، يضحكوا علينا ولا. يا قال لي تطلب، قال لي تطلب. خذ لي قال لي تطلب، ما عاوننا حتى حد، ما عاوننا حتى حد. والله ما عندنا حد، ما عندناش باش نسوق، نحن تو ما عندناش. ما عاونونا ما عاونونا. شنو تطلب من رئيس الجمهورية؟ نطلب من رئيس الجمهورية يقول لي عاوننا وتلفت لنا خدمنا. وتلفت لنا شوية ما عندناش لا بطاقة، عندي بطاقة إعاقة، وأنا منتخبين نحن رئيس الجمهورية نعمل. وربي فضله وعاونونا شوية. خصونا عاونونا شويه عاونونا رانا ما عادش عندنا باش نسوق. قلت لي امك وبوك مش عايشين معك؟ عايشين برا في الجبل ما بوش يجوا ما عايش دار صغيره دار بيت وصاله واحد عايش فيها وحدي تو. خويا هاك يجي معايا وعند اختي يجي مزير مش معرسين اني منش معرس عمري البول اني عندي 45 سنه مش معرس. هو حتى خويا عمر مسكين 40 سنة. نتمنى انه النهار من نهار تتحسن امورك وتعرس وتزعل. نعاون خويا، نحب نعاون خويا ونحب نرجع، نتمنى ان حمزه ترجع، لبس عليها قول لي عاونوا اللعب. معناها انت قبل العرس تخمم باش تعاون اخوك قبل. خويا نحب نعاون في الحانوت، خويا ما عنده شيء في الحانوت، ما عنده حد شيء تو.